السيد عبد الهادي موحان، النائب عبد الهادي موحان، تحدث عن وجود 100 مليار دولار عراقي في تركيا نتيجة تصدير أموال أو تصدير النفط عن طريق كردستان، فتركيا تحتفظ بهذه الأموال، وهنالك دعوة قضائية من زمن السيد العبادي حول هذا الموضوع. قد هذه المعلومات لها يعني أثر على أرض الواقع؟ هذا الكلام صحيح، لست متأكدا من الأرقام، نعم، ولكن الموضوع صحيح، القضية قائمة، هناك شكوى في محاكم فرنسية حول هذا الموضوع، وهناك كلام بين البلدين حول الموضوع، وكان المفروض يناقش على مستوى اللجنة العراقية التركية المشتركة التي هي أساسا برئاسة وزير النفط العراقي مع وزير الطاقة والموارد المعدنية في تركيا، اللي المفروض يعقد يعني قبل هذا، ولكن ظروف الجائحة يعني لم تسمح بعقد هذا اللقاء. كذلك كانت هناك زيارة مخططة للرئيس أردوغان في أكتوبر 2019، ولكن لم تتحقق بسبب أيضا ظروف الانتفاضة الشعبية التي حصلت في العراق، ونحن نطمح إلى تحقق هذه الزيارة. الآن زيارة الرئيس مصطفى الكاظمي والوفد الكبير إلى تركيا لن يعوض عن حاجة العراق إلى الزيارات المتبادلة، ولكنه يضع يعني أساس إيجابي ولبنة إيجابية في العلاقات، تمثل حرص العراق على إدامة هذه العلاقة وعلى مناقشة الملفات الشائكة، سواء كانت اقتصادية، مالية، نفطية متعلقة بالنفط والتصدير، هناك تهريب للنفط، هناك تبييض ربما لأموال تجري، هناك يعني الحدود بين البلدين. ما تقصد بتهريب النفط دكتور حسن؟ نعم. من أين تهريب النفط؟ تهريب النفط يجري من فترات طويلة جدا في العراق، من أيام الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية التي كانت يعني موجهة ضد العراق، ثم استمر هذا الأمر، وبعد الحرب وبعد تفجير الخطوط الأنابيب التصدير من كركوك، من استمرت يعني هذه العمليات. أنا لست خبيرا بهذا الأمر، ولكن تهرب عبر الحدود العراقية التركية وعبر الحدود العراقية الإيرانية، وربما أيضا عبر الخليج، يعني أنا لست مطلعا كما ينبغي، ولكن هذا المتاح من الأخبار.